اعلى 100 مليون مسا على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس المشتركه عندنا وكل الناس المشتركه عندنا. زي ما جينا قلنا قبل كده صلي على النبي وصبعك الجميل اعمل لنا لايك واشتراك وشير عشان يجي لك كل جديد. النهارده ان شاء الله هنوري لك ازاي تخلي الكلب يمشي جنب رجلك او الكلب ما يشدش او الكلب ما يسحلكش في الشارع. كتير مننا معاه كلب حلو، معاه كلب ضخم، الكلب بيمشي، الكلب بيشده، الكلب بيسحله، مش عارف يعمل ايه، تعب معاه وزهق معاه، راح وداه لواحد صاحبه وراح وداه المدرب، الكلب اتدرب في المكان، اتدرب في المزرعه، جاء بره اخده، لا الكلب ما بيعملش كل اللي كان بيشوفه في المزرعه، الله ايه ده؟ امال انا رحت وديته ودفعت فلوس، جاب واحد صاحبه دربه له فوق السطح، الكلب عمل واشتغل كده اهو، نزل الشارع الكلب راح جاي سحله وقع. ابن الصغير بيمشي بالكلب، الكلب بيشده. طيب ايه الطريقه اللي انا هعلم بيها الكلب؟ اول حاجه هتجيبها خناقه، خناقه شو هي دي؟ اول حاجه دي خناقه لوسيله للتدريب، عمرها ابدا ما كانت وسيله للتعذيب. دي بلبسها على الشوك عمرها ما بتعور، وبلبسها للكلب كده اهو. طبعا خناقه الشوك دي ايه اللي هنعمل بيها؟ اللي احنا هتملك بيها الكلب وانا ماشي اشد الكلب. هنشوفه دلوقتي، نطلعه بره ونشغله الكلب كده هو احنا ماشيين، نشوفه هنمشي بيه ازاي، الكلب بيشدني ما بيشدنيش، مهايبر، ايه اللي انا هعمله عشان الكلب ما يشدنيش لو انا عاجز، لو انا مش قادر امشي، لو انا لبنتي، لاي حد، يبقى انا اعرف اعلم الكلب يعمل ازاي. ابوس كاتش كاتش نو ستوب سيت 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 جود بوي جود بوي جود بوي جود بوي جود بوي جود بوي كاتش كاتش خش كاتش 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 ستوب ستوب نو نو ستوب يمسكه وينفذ وينفذ. بتصور انت وقفت على ايه؟ طيب طبعا ده ليش جلد اهو، يعني ولا ماسك جنزير ولا ماسك حبل ولا اي حاجه. هجيب كده الكلب بالخناقه الشوكه اهي، وبروح حاططها في كيدز اهو. طبعا طبيعه الكلب اول ما تيجي تفكه من جنزير او تفكه من اي حاجه او يشوف باب بيبقى عايز يجري، او زي ما انت شايف كده اهو. كامن 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 بو كامن هين 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 نو 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 سيت سيت كامن بو كامن. يلا امسك الكلب اللي بره كده زي ما اهو، اروح انا عامل ساحب كده الكلب بالخناقه كده زي ما انت شفت كده اهو اهو كده. طبعا الخناقه ولا هتعور ولا هتعض ولا هتعمل اي حاجه، بس تدي ايه؟ انذار ان في حاجه غلط اهي، بشدها كده للكلب. ست 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 نو نو جود بوي جود بوي جود بوي. طبعا هو الكلب ملهي عايز يعمل ايه؟ يطلع. لما ممكن اجي اديله الامر مش عايز، عايز ايه؟ يجري. لازم اللي انا اشخط فيه ابتدي اقيم الكلب، لان ممكن افتح الباب الكلب يروح جاي جاري، قابلني واحد قدامي الكلب جرى سحني، لازم اعوده قدام الباب، الكلب باب يتفتح الكلب يقعد يستناني لما انا امشي. يلا بينا كمان. كان نفسي عمر يبقى قدامي. طبعا كلب اول ما بيجي يطلع عايز ايه؟ عايز يجري. اه طبعا لازم اسيب الكلب الاول ياخد براحه، يتمشم، يعمل حمام كده اهو، وبعدين امشي، ما اطلعش بيه مره واحده اروح جاي ايه معلمه، لان انا لسه بعلمه. يبقى لازم الكلب يطلع، الكلب يشمشم، يعمل حمامه، يعيش حياته كده اهو، بعد كده ابتدي ايه اشتغل معاه. روح يلا للراجل. Ha ha ha!
طبعا لازم امشي بالكلب كده اهو، اسيبه الاول يعمل حمام يتاقلم، وبعدين ابتدي اشوف انا هعمل معاه ايه. ليه؟ لان الكلب لسه طالع، مش هاخده على طول على الحامي. الكلام دوت لو كلب طالع معايا مره واتنين وتلاته هطلعه، وانا طالع اعمل ايه؟ هبتدي اعلم الكلب. لا، انا كلب لسه طالع اول مره بيه، يبقى انا بعمل ايه؟ استنى على الكلب يعمل حمام، يلعب، يشدني، يعمل، وبعد كده ابتدي مع الكلب واحده واحده. طبعا معظم الناس اللي بتيجي تودي كلاب عند حد، طبيعه الكلب، في كلب بياكل على طول من اول يومين ثلاثه، في كلب ما بياكلش، في كلب بيخس. طبيعه الكلب لازم لو جاي تخين لازم يبتدي يخس شويه عشان الكلب يعرف يتحرك. الكلب ده كان جاي يعني واكل ومربرب، فالحمد لله هو اهم حاجه يبقى كلب صحته حلوه ومش خاسس للدرجه اللي هو يقدر يتنطط معايا، لان الكلب لما بيبقى مليان قوي وتخين الكلب ما بيعرفش يتحرك قوي، حركته بتبقى بطيئه، الكلب بيشحر معاك. لا مؤاخذه كده، انا خليت الكلب بتاعي لعب شويه، عمل حمام. طبعا الكلب بص عايز يعمل ايه؟ عايز يشد. طب انا عايزه يمشي جنبي اهو كده، نو 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 اهو كده. اعمل ايه؟ اقصر حركه الكلب وانا ماشي كده اهو، اشبهه بالخناقه ما فيهاش مشكله. ليه؟ عشان الكلب يمشي جنبي. ممكن امشي معاه باكل او كوره او لعبه، ممكن امشي بالكلب كده اهو مفيش مع اي مشكله، شويه امشي كده اهو وشويه اسيبه كده اهو. اول ما اسيبه هيعمل ايه؟ هيشرح شاد. راح انا اعمل كده وواقف، اعمل كده وواقف اهو، همشي كده اهو اروح واقف. لازم الكلب يبقى رجليه اللي قدام مع رجليا اللي قدام اهو كده اهو، هيمشي هو يشد، اروح انا اعمل كده اهو، امشي كده اهو. لازم اول ما اقف اعلمه يقف، رجليه اللي قدام مع رجليا. طبعا ببتدي اعمل الحركه دي مره واثنين وثلاثه بشوف الكلب هيعمل ايه. لما الكلب بيبقى لسه ماشي في حته اهو جديده بيعمل ايه؟ عايز يعمل حمام كده اهو زي ما انت شايف، اسيب الكلب عادي براحته، افضل ماشي كده اهو اهو اهو، اروح واقف اهو كده اهو، مفيهاش اي مشكله، ولا فيها تعذيب ولا فيها اهانه ولا فيها ضرب ولا اي حاجه اهو 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 اهو. الف كتش حد في مصر كتش. طبعا انا بعمل كده ليه؟ عشان اسخن الكلب اشوفه هيعمل ايه دلوقتي. بص لما انا هسيب له شويه هيروح عامل ايه اهو، هيروح ساي اهو، هيشد اهو، بص بص اهو اهو. لازم كده يجي جنبي، لازم كده اهو، يا يقف يا يروح جاي عامل ايه اهو، واقف مستنينا. يلا يلا جود بوي جود بوي. لازم اعرف الكلب ابتدى يتعلم منين؟ لما انا امشي بالليش بتاعي او امشي بالكلب يبقى جنبي، يبقى الليش كده اهو ما شدش. طمن. طبعا هنا عشان في ريحه كلاب، فطبعا الكلب ايه بيشد اهو كده، بيشد اهو، بسيبه اروح اعمل له كده اهو، اروح مكمل اهو اهو. ابتدى هنا يعمل ايه؟ ابتدى يستوعب. طبعا مش كل الكلاب هيشتغل معاك من اول مره، لا، في كلب ممكن من تاني مره، من تالت مره، من رابع مره، من خامس مره، ما يقاسي وما تضايقش وما تشنكش وما اعملش وازهق بقى واتخانق، لا لا لا، واحده واحده اهو اقف اهو. بص هو عمل ايه؟ اروح انا اعمل له كده بالخناقه اهو، كامين كامين بو كامين كامين بو كامين. طبعا ما اتخانقش هنا طالما انا مطلع الكلب بتاعي اول مره، افضل مع الكلب مره واثنين وثلاثه، مره اسيب له كده اهو، ومره زي ما جينا قلنا
اروح ماشي عامل ازاي، رافع الكلب كده اهو. تعال اتفضل امشي مره كده اهو زي ما جينا قلنا، مره شبحه كده اهو عشان يمشي جنب رجلي، ومره سايب كده اهو. لازم انوع وانا ماشي بالكلب عشان الكلب يبتدي يمشي على دماغي مش انا اللي امشي على دماغه اهو. هنا عمل ايه؟ ابتدى ايه؟ يمشي واحده واحده ويا دوبك يتاقلم شويه. اعمل كده اهو، اشد كده اهو، اهو اقف اهو. طبعا انا طول ما انا واقف اهو اهو خلاص مش هيتحرك اهو، لما يجي يتحرك هعمل ايه؟ اروح ساحب الخناق اهو، هو مستنيني اهو، يلا بينا اهو. اروح واقف اهو. طبعا احنا ليه بنشغل الكلب كده بره؟ عشان في كلاب ياما بتشتغل جوه المكان او فوق السطح، تيجي تنزل الشارع الكلب يتغير 360 درجه، تلاقي الكلب خايف، تلاقي الكلب ما بيشتغلش، تلاقي الكلب يشدك، كل الوسائل دي. عشان كده احنا بنشغل الكلب جوه المزرعه ونشغلوه بره المزرعه. ويا رب نكونوا فدناكوا، وما تنسوش تدعمونا، واي حد محتاج اي حاجه طبعا يكلمنا على طول. وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهارده، ونرجو ان تكونوا قد استمتعتم معنا. وهنا هون سادتي وسادتي تنتهي حلقتنا اليوم، والى اللقاء في الحلقه القادمه.